أهلا بكم مشاهدي. مشاهدينا في أجواء رائعة جدا، نتمنى بأن تكون المباراة مثيرة أيضا. تحياتي محدثكم فارس عواض، أتمنى بأن تستمتعوا بإحداث هذه المباراة. لدينا اليوم فريق تيريرز ضد فريق سبورتينج، كل شيء رائع الحقيقة. نتمنى لكم تجربة ممتعة مع هذه المباراة والاستمتاع بكل دقيقة فيها. كرة هدف الآن، تصويب الآن، يوقف حارس المرمى. تيريرز يتقدم للأمام، كواليريلا، كرة فيها خطورة، خطأ داخل منطقة الجزاء والحكم يشير إلى ركلة جزاء. فرصة خطيرة لتسجيل هدف التقدم. واضح المدرب راح يجري التغيير في هذا التوقيت. الله على التنفيذ، ركلة جزاء لا تعطي حارس المرمى الفرصة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. ديلي ألي، وصلت إلى أرنولد. نبيل فقير أدى فيها بشكل ممتاز، تحكم سليم في الكرة. نبيل فقير، حكم يعطي، الحكم يعلن عن وجود خطأ من مسافة قريبة جدا. ركلة حرة، شوف التنفيذ بخارج القدم بشكل دقيق، هذه فنية.